الصحفي لجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي على الهواء الآن على شاشة القاهرة. هذه المحادثة غدا، ولكن عن الموضوع ذاته عندما قمت بالتحضير لهذا الاجتماع. مرة أخرى سأترك المسألة لكم كي تخلصوا إلى النتيجة. أنا سأقابل تيرنر غدا، سأترك الأمور هنا. كم يمكن لأوكرانيا أن تستمر في مواجهة روسيا من دون دعم؟ وهل من ممكن مساعدة عبر الناتو؟ بالنسبة لحلفاء الناتو لقد تقدموا وبطريقة هامة عندما تعلق الأمر بمشاطرة الأعباء والمساعدة لأوكرانيا. انظر على ألمانيا، عرضت But the United States has provided a significant share of that, and that hole cannot be fully filled by other allies and partners, and we need to stare that truth. نحتاج أيضا أن نتحدث عن تلك الجزئية، وبالإضافة إلى هذا فيما يتعلق ببعض الإمكانيات التي لديها الولايات المتحدة ولا تملكها دول أخرى. نحن لدينا المصادر مما يمكننا من إعطاء أمور أخرى لا تملكها دول أخرى. نحن نفعل هذا، ولكن بالطبع لا يوجد بديل لتمويل الولايات المتحدة. كم من الوقت يمكن لأوكرانيا أن تتحمل؟ نحن نتحدث عن أشخاص شجعان مصممين على الدفاع عن أراضيهم. سوف يستمرون في هذا الأمر، سوف يستمرون في الدفاع بشكل أقل إذا لم يحصلوا على الذخيرة والطائرات وغيرها من الأسلحة الضرورية لهم، من أجل أن يستعيدوا هذه الأراضي التي تخذتها روسيا. لا يمكنني أن أضع إطار زمني لهذا الأمر، ولكن كل أسبوع يمر وكل يوم يمر بدون دعم أوكرانيا فإن هذا أمر يسبب مشكلة. لا سؤال حي للشرق الأوسط، إذا كان هناك أي شيء يمكنك أن تتحدث حي له حول تلك الدول. لست في موقف يسعني أن أتحدث حيال هذا الأمر، ولكني أتطوق إلى تلك المناقشات التي تجري والتي ستحدد كيف سنتقدم، ولكن كوني هنا اليوم لا يسعني أن أعطيك مزيد من التفاصيل. بالحديث عن صفقة تبادل الأسرى، هل تتوقع الولايات المتحدة أن إسرائيل سوف تقوم بعمل مزيد من العمليات بمجرد انتهاء هذه الهدنة، أم أن هذه الهدنة ربما يتحول إلى هدنة دائمة أو وقف إطلاق نار دائم؟ حين كان هناك وزير الخارجية بلينكين مع الملك عبد الله تحدثوا عن على هدنة مؤقتة مع إطلاق سراح الأسرى، وكيف سيبدو هذا وفي أي محيط وفي أي مجال وأين موقف حماس من كل هذا؟ كل هذه أمور سوف نعمل عليها مع شركائنا مع إسرائيل ومع غيرهم من الشركاء، ولكننا مصممون على هذه الوقف المؤقت وسننظر ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. حسناً، إن الفكرة بخصوص أن يكون لديك عدة وجهات بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى وتحتاج إلى التحرك إلى الخطوة الأخرى، لذلك هذه الهدنة ربما يحدث إطالة لها ويخرج مزيد من الأسرى. إلى أين يذهب هذا تحديدا لا يمكن أن أخبرك بالتفصيل، ولكن ما نود أن نراه وهذا ما تحدث عنه الرئيس أن بمجرد هزيمة حماس أن يعود الأمن والسلام مرة أخرى إلى غزة، ومن ثم نتناقش تلك القضايا الخاصة بحل الدولتين. وفيما يتعلق بالاعتداءات فهذا يفتح مجالا لأمور أخرى دون أن حكم على بعض الأمور، لكن كما قلت إنه موقف حيوي يجب أن نظل على مشاورة مستمرة مع الجانب الإسرائيلي للتأكيد من أنهم سيحصلون على السلام والأمن الذي يحتاجوه. يوجد العديد من العناصر بالحديث عن تلك البيانات الخاصة بالمشروع.
هل لديك أي تفاصيل حول هذا الأمر، ذلك المشروع؟ أنا ليس لدي أو لست في موقف يسمح لي بالحديث عن هذا الأمر أو أن أتحدث عن قرارات سيقوم الرئيس بعملها. نحن لا نظن أن هذا سيخدم مصالح الأمن الوطني للولايات المتحدة، وأننا نناقش هذا الأمر مع عدد من الدول الأعضاء حول هذه الطريقة، ولن نظن أن هذه هي الطريقة هي الأفضل لنقاش حيال الخصوصية الأمريكية. هناك عدة أمور وعدة مستجدات ستعرض حيال هذا الأمر، ولكن من منظورنا نظن أننا نعمل على هذا الأمر، وبالطبع هناك ضحايا في خطر. في الحديث عن الأمن الداخلي، ما رأيك في هذه المنصات التي تسبب تهديدات للأمن الوطني؟ هل تضد هذه المشكلة؟ لن أتحدث عن تلك الأسئلة التي لها علاقة بالحملة. سأقول أن الولايات المتحدة تدعم تلك التشريعات مع البرلمان. الحديث عن المشاكل الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، نحن مستمرون في هذا الموقف، لم يتغير شيء. هل هناك أي مستجدات يمكنها أن تعطيها حول العلاقة مع الصين؟ يمكنني أنني أقول أنني أحترم كل القرارات، ولكن ليس لدي أي شيء يمكنني أن أخبرك به حيال هذا الأمر. أعلم أن سيدة الوزير أوستن يتعافى. هل ستنظرون أنه ربما لن يكون قادرا على مزيد من كيف هذا الدور؟ تحدثت معه في مساء هذا اليوم. إنه يحاول القيام بعمله، يقوم بعز العمل بنفس المستوى الذي لطالما قام به. وبالطبع هناك بعض البروتوكولات حيال هذه السلطة وكيف يمكن أن تنتقل إلى شخص آخر، ولكن هذا سيحدث، سيستغرق وقت، ربما عدة أسابيع أو أيام. كل هذا ضمن البروتوكولات الخاصة بهذه الوزارة من أجل من يمكنه أن يحصل على سلطة فيما بعد. إن الاستخبارات وخاصة بالأمن الوطني، هل هناك أي مخاوف بشأني؟ أو هل يمكنك أن تخبر الأمريكيين أنه لا شيء يمكنهم أن يقلقوا حيالي بما يتعلق بتهديداتي الأمنية؟ أعتقد أنه بشكل ما هذا السؤال من الصعب أو المستحيل إجابته بإجابة نعم أو لا. إن الأمريكيين يتفهموا أن لا يوجد العديد من التحديات تواجهنا كل يوم، وهذه التحديات والمشاكل من بين الإرهاب وغيرها، ونحن مستمرون في التصدي لهذه التحديات لنتأكد من الأمن الحتمي لكل الأمريكيين. أنا واثق أن الرئيس بايدن والقرار الذي سيتخذه سوف يؤكد على أمن وأمان الأمريكيين جميعا، ونحن ننظر لهذا بالثقة، وأننا قادرين ومستمرون وعازمون على حماية الأمن القومي الأمريكي. أود أن أسألك سؤال حول إسرائيل. هل قال البيت الأبيض أنه لديه خطة فعلية من أجل مع الجانب الإسرائيلي من أجل خفض تلك الحصيلة الكبيرة من القتلى من المدنيين؟ وما الذي يجعل البيت الأبيض واثقا من نجاح هذه الخطة هذه المرة؟ لن أتطرق إلى كل التفاصيل هنا على المنصة، لأن كان هناك محادثات مكثفة بشأن كل التفاصيل، ولكن ما نعنيه أننا نود أن نتعامل مع ثلاثة حقائق. هذه الحقائق أن يوجد أكثر من مليون شخص في منطقة صغيرة. هذه هؤلاء الناس لابد أن يكون لهم مكان آمن يذهبون إليه. الأمر الثاني بخصوص المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيين، ولا يمكن لهذه العمليات العسكرية أن تعرقل وصول هذه المساعدات، سواء عن طريق معبر كرم أبو سلم
لذلك نحتاج إجابات لهذه الأسئلة، ليس فقط حيال أين يذهب الناس، ولكن أيضا حيال كيفية توصيل تلك المساعدات من الغذاء والدواء والمأوى. وأيضا في خصوص، لقد سمعتم من الجانب المصري بشكل مباشر مخاوفه بشأن المساعدات، دخول المساعدات الإنسانية، ولابد أن يكون هناك إجابات حيال هذه الأسئلة. أيضا هناك عدة أمور نتحدث إليها مع الجانب الإسرائيلي، وكان الرئيس واضحا كما قال في تصريحاته يوم الاثنين، لابد أن يكون هناك خطة تنفذ بشكل واضح. لن أتكم بالتكهنات إذا حدث هذا ماذا سيحدث أو تلك النوعية من الأسئلة. إن موقفنا من العمليات الخاصة برفح هو أمر واضح، هناك مدنيين ضعفاء هناك في رفح، لابد أن يحصلوا على الحماية الكاملة. ما إجابتك حيال رئيس دونالد ترامب وحين تحدث عن كيفية التعامل مع بعض الدول الأخرى وأيضا بعض الجمهوريون الذين يتحدثون عن تلك القضايا وعن الأمور الخاصة بالتصويت والتمويل؟ يوجد العديد من النقاشات حيال السياسة الخارجية لطالما تحدث، ولكن هناك عدة فئات وتصنيفات للسياسة الخارجية ربما تبدو غير منطقية. إن الأمهات الفلسطينية في غزة يجب أن يحصلوا على الغذاء الذي يحتاجوه والأدوية التي يحتاجون إليها. هذا أمر نعمل على تزويده، نعمل على تزويد تلك المساعدات الإنسانية لأولئك الناس الذين هم في حاجة ماسة إليها. الأمر الآخر، حين تتعامل مع دولة تحارب لأجل حياتها مثل أوكرانيا، إنهم يحتاجون إلى استمرار تدفق الاقتصاد لا لأن ينهار، من أجل أن تكون الدولة قادرة على التعامل مع هذا الأمر. بالحديث عن القروض أو الأموال، هذه فقط ستحاول العمل على حل بعض المشاكل الاقتصادية، لأنها حين تكون أكثر أمنا واستقرارا فإن هذا بالطبع سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الأمريكي. ولهذا لا أرى أن هذه التصريحات تبدو منطقية. وأيضا لديك أمر التمويل لإسرائيل، تلك الأموال التي تعمل على تأكيد أمن الأمن القومي الإسرائيلي. وأنا متأكد أن الرئيس دونالد ترامب قال أن لابد أن يقوم بتزويد هذه الأموال لفقا لبعض القروض أو أمر كهذا. وأعتقد أنك ستجد عدة وجهات نظر حيال هذا السؤال، ولكن من منظورنا نحن ننظر إلى كل العناصر الخاصة بالسياسة الخارجية التي تساعد في حل المشاكل وتزيد من أمن واستقرار الولايات المتحدة. وأظن أن حديثك بخصوص تلك المساعدات، هل يمكنك أن تؤكد حيال هذه التصريحات أو هذه التحقيقات حيال الهجمات الأخيرة في لبنان؟ إننا ننظر إلى التقارير التي تأتي حول كل النزاعات التي تحدث في أماكن مختلفة في جميع أنحاء العالم، ونحن نؤكد على التزامنا بالقانون الدولي، لكن لا يمكنني أن أبدي لك بأمر بعينه. أود أن أسأل حول هذا التقرير الأخير بشأن دخول إسرائيل إلى غزة، هل يمكنك أن تتحدث عن هذا الأمر أو عن دخول المساعدات مثل الطحين لأولئك الذين يحتاجون إليه، لأن هذه العمليات مستمرة؟ كيف تؤمن هذا وتتأكد من أن هؤلاء الناس يمكنهم أن يحظوا بهذه المساعدات؟ نعم، أنت محقة، هذا الطحين لا يتحرك، وهذه المساعدات لا تذهب بشكل الذي يجب عليه أن تذهب إليه. ولذلك نحن نسأل هذه الأسئلة، لماذا وكيف تتأكدون أن هؤلاء الأبرياء في رفح سيحصلون على المساعدة وسيحصلون على الحماية المباشرة؟ لهذا نحن مستمرون في الانخراط في هذه المناقشات. قال الرئيس اليوم أن أمريكا تتعامل مع الحلفاء، ولكن هناك بعض الأمور من الحلفاء الأوروبيين
أيضا ما تعليقك على هذا؟ مما يمكننا أن نقوله أن حلف شمال الأطلسي هو حلف قوي لطالما كان موجودا على مدار 75 عاما. لقد أضافوا دولة فنلندا وأضافوا غيرها من الدول. لقد قمنا بمضاعفة هذه الأرقام الخاصة بالناتو، ويمكنك أن تري تلك الخطط التنفيذية من أجل دعم كل من الغربي والشرقي. إنهم يتحدون تحت مظلة الناتو بشكل غير مسبوق وفقا لذاكرتي. لذلك أظن أننا سنتحدث حول هذا الأمر ونرى كيف الولايات المتحدة وأوروبا يتحدون من أجل معالجة تلك التحديات والتهديدات الموجودة من شخص ودولة مثل الصين، وكيف يمكننا التعامل ونحن متحدون بشأن العقوبات على روسيا وبشأن مشاكل الطاقة. ولكن أيضا يجب أن نقول أننا في لحظة حاسمة.